ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال بإذن الله. النهاردة هنكمل مع بعض بقية دروسنا في تعلم أساسيات فلاتر إن شاء الله، وهنتكلم في أهم ويدجت المفروض اللي انت هتشتغل بيها في أي أبليكيشن في الدنيا، مهما كانت الصفحة، مهما كانت عبارة عن ايه. دي الويدجت الأساسية اللي بتستعملها على طول في أي حاجة بتعملها. طيب ايه هي يا باشمهندس؟ هي ويدجت اسمها الكونتينر. كونتينر يعني زي صندوق، صندوق او وعاء او اناء بتحط جواه ويدجت تانية. احنا قلنا في فلاتر ايه، كل ويدجت بيبقى هي عبارة عن سلسلة من الويدجتس، بدأ من البذرة، وبعد كده كل يعني البذرة بتقوم متفرعة لكذا تشايلد. في ويدجت بيكون ليها تشايلد واحد، وفي ويدجت بيكون ليها تشيلدرن كذا تشايلد. طيب الكونتينر بيبقى فيه كذا تشايلد. الاول احنا هنشيل السنتر ده، احنا كنا عاملينه ده، وهنشيله من هنا. هفهمك كل حاجة ما تقلقش، احنا كده كده السنتر مش تبعنا، فانا لسه هخش عليه. بص يا سيدي، اول حاجة عشان اعمل كده انا التكست اهو، انا عايز احط الكونتينر ده ويكون التشايلد بتاعه التكست. مش احنا قلنا الكونتينر بيبقى ليه تشايلد؟ طيب انا عايز اخلي التشايلد بتاعه التكست. هقول لك يا سيدي واحدة واحدة. انا هاخد التكست ده كله كات. طب اخده ازاي يا باشمهندس كات؟ عشان تاخد اي ويدجت كات، وخلي بالك عشان المشكلة كانت قابلتني انا شخصيا، بتبدأ من القوس اهو، تقف عند القوس، بعد كده انزل تحت 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 تحت، هتلاقيه منور كده او عامل بوردر رمادي، ده كده معناه ان هو اخر التكست. تقوم واخدها كات او كوبي، ايا كان اللي انت عايز تعمله. حلو، انا دلوقتي خدت التكست. طيب دلوقتي احنا هنعمل الكونتينر. بص يا سيدي، كونتينر CONTAR هو كده بقى لوحده. احنا قلنا ايه، اي كلاس لازم يكون فيه كونستراكتور، من لو هو ويدجت، وادي النيم ده كونستراكتور اللي فيه، هناخدهم واحدة واحدة بس ركز معايا فيهم. جميل، احنا عايزين نفهم مش نحفظ، عشان خلي بالك فلاتر بيحصل فيها ابديت على طول، فانت الفيديو بتاعي ده ممكن لو شفته بعدين تلاقي اصلا الويدجت اتحدثت. فانت بتمشي كالتالي، بمسك الويدجت اللي هي الكونتينر مثلا. طيب اول حاجه انا عايز اخد فيها التشايلد بتاعها عشان احط فيه الايه، التكست. التشايلد اقف عليه كده بياخد ايه، ويدجت، والتكست عباره عن ويدجت، بتاخدها كنترول في، نشيل بس الفصلة الزيادة دي كده خلاص. طيب لو عملت كنترول اس، تعالى كده منبص، ما حصلش اي حاجة، لان انا لسه ما ضفتش اي حاجة، الكونتينر لسه ما ضفتش فيه اي حاجة. طيب واحدة واحدة بقى كده. اول حاجة في الكونتينر بنعمل ايه؟ تعالى كده منقف، في عندك alignment grading color، تعالى بناخدهم واحدة واحدة. أول حاجة بيبقى فيه height. height اللي هو ايه، من اسمها الارتفاع. الارتفاع هنخليه مثلا 200. تعالى نعمل control s، هل بان حاجة؟ ما بانش. اقول لك انا هيبان امتى، هقول لك انا هيبان امتى. طيب عايزين نلون اسم color للكونتينر، هلونه مثلا احمر، بلاش ازرق، واعمل كنترول اس لارتفاعه بقى 200. ده ال 200 بكسل، ده الايه، ال 200 بكسل. بس الاسم ما بانش يا باشمهندس، هوريك الاسم واحده واحده. الاسم تعالى ما نشوف الكالر بتاعه. الاسم ما بانش عشان الكالر بتاعه ازرق. طيب تعالى ما نخلي ده الكالر بتاع التكست يبقى وايت. لو عملنا كنترول اس، الاسم بقى اهو، لحد كده جميل جميل. طب بنعمل له هايت بس يا باشمهندس؟ لا كمان، والويتس. اقف كده على الهايت، هي عبارة عن ايه، دبل. طب الويتس عبارة عن ايه، برضو دبل. طب تعالى ما نخلي الويتس 200 واعمل كنترول اس،
كده اللي حصل، كلمة حامل اتشالت لأن الاسم كبير. طب تعالى ما نخلي الميتين دول 400، فأعمل كنترول اس، أهو بدأت تكبر. طيب بص بقى على دي، أنا عايز آخد الشاشة كلها، عايز آخد الشاشة كلها في طريقتين، بس هقولك الطريقة التانية بعدين. أول طريقة، أول طريقة اسمها دبل دوت انفينيتي. يعني ايه انفينيتي؟ هات لي المساحة اللانهائية. يعني ايه اللانهائية؟ يعني هات العرض بتاع كلها، هات لي المساحة كلها. طب المساحة كلها من ناحية ايه؟ الويتس اللي هي العرض، ويتس اللي هو العرض، هايت الارتفاع من اسمها. طيب ايه تاني يا باشمهندس؟ بص يا سيدي، في عندنا حاجة اسمها مارجن. ايه هي المارجن؟ المارجن دي اللي هي هوامش خارجية، أو المسافات اللي أنت بتديها للكونتينر من الخارج. طب المارجن دي الكلاس بتاعها إيه؟ اسمه Edge Insets Geometry. تاني Edge Insets Geometry، Edge Insets اللي هي الحواف، يعني اختصار للحواف الخارجية. طيب هي بتاخد كلاس من نوع إيه؟ من نوع Edge Insets مش Geometry، دي معلش مختلفة عن اللي أنت فاهمه. هي بتاخد انج انسيتس مش ايدج انسيتس جيومتري، في حاجات كده بيبقى فيها يعني مختلفة بس خلافات بسيطة. طيب نكمل زي ما اتفقنا، يا اما بنعمل الكونستراكتور. بس هل دي ليها كونستراكتور؟ لا ملهاش كونستراكتور، يبقى نمشي الخطوة التانية. في عندك ان هي زيرو ما يكونش فيها مارجن، يا اما في عندك هول الهوامش يبقى من جميع الجوانب. يعني انا لو قلت مثلا 20، ايه اللي حصل؟ اخد هامش من فوق بقيمة 20، يمين بقيمة 20، تحت بقيمة 20، شمال بقيمة 20. طيب انا دلوقتي عايز اقول له from ال تي ار بي اللي هي ايه؟ مكتوبة جنبك left top right bottom، هي حتى بتبقى مكتوبة دوست انتر. left خليها مثلا 30، طيب التوب خليها مثلا 26، الرايت 50، البوتوم 15. ده لو انت عايز تعمل مارجن في كل حتة على حدة. اه ده اللي حصل في الاخر. طب انا عايز العب في الرايت، الرايت اهو 150. بص اللي حصل. طيب عايز ارجعها تاني 50، وخلي الليفت هو اللي 130 مثلا، هتلاقي الكلمة اتاخدت الناحية التانية. حد كده في حاجة صعبة؟ طيب في حاجة تانية ألا وهي البادنج. ايه هو البادنج؟ الهوامش برضو بس الداخلية مش الخارجية، بس انا هاخد بقى فيها برضو نفس الايدج انسيت، بس انا هاخد خواص تانية غير الخاصيتين دول، بحيث ان انت تكون فهمت كله. في عندك حاجة اسمها الاونلي، انا عايز اعمل يعني هوامش بس من مثلا من فوق بس، فوق بس اللي هي ايه؟ توب. اكتب بس كلمة توب، اقول له مثلا 50، اعمل كده كنترول اس، عمل هوامش خارجية، اسف داخلية مش خارجية. البادنج اللي تشايلد بتاعه هو اللي بيتعمل له بادنج. يعني اوضح لك اكتر، انا عايز اعملها من الرايت مثلا 300. شفت ايه اللي حصل؟ الكلمة اختفت. طب ليه الكلمة اختفت؟ لان اتعمل لها بادنج من اليمين بقيمة 300. طب لو خليتها بقيمة 100 المفروض يظهر من ناحية. أيوة صح كده. طيب لو عملت لها بقيمة 10 ظهرت اهي، اتعمل لها بادنج. يبقى احنا في عندنا ليفت توب رايت بوتو او الاول، او في عندنا ايه تاني؟ تعال السيمتريك. سيمتريك اللي هي ايه؟ سيمترية اللي هي زي الإحداثيات، يا إما فيرتيكال اللي هو رأسية أو هوريزونتال. هنقول مثلا هوريزونتال، هوريزونتال يعني هيعمل يمين وشمال، يعني لو أنا عملت 30 هتتعمل يمين وشمال. طيب وفيرتيكال، فيرتيكال اللي هي رأسية، يعني لو أنا عملت كنترول إس اتعملت كمان من فوق وتحت. بس خلي بالك أنا بلعب في إيه؟ في البادنج، عشان ما تتوهش مني انا بلعب في البادنج، عشان كده انت ما شفتش الكلمه. يعني لو انا خدت دي كده ثانيه واحده،
لو انا خدت دي كده شيل بقى البادنج ده كله وحطيته هنا، عملت كده كنترول اس هيبان، قصدي فهمت كده كفاية لحد كده، لأن لسه الكونتينر كبير فهشيله في تفاصيل تانية. فأشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.